مشاهدي الفضائية السوريانية سوريو تي من السويد إلى العالم بدي رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا من لبنان يلي في اليوم رح نتعرف على منتجع سياحي لبناني بامتياز ولكن حائز على لقب جوهرة الشرق الأوسط هالجوهرة يلي من عشرين سنة عم بيحتفلوا بيت إدي بدءا مع الأستاذ روجيه إدي وزوجته السيدة أليس يلي كل همها تنشر الفن بلبنان وقدروا يتركوا عالم الاغتراب ويكونوا عم بيعطوا مزيج من لبنان المقيم ولبنان المغترب والمسيرة بدأت بال2003 بجمال مكان تحول إلى جنة على الأرض جنة سياحية بتستقبل سواح من كل أصقاع العالم بيجوا لأنه هالقد بحبوا لبنان لأنه لبنان هالقد بلد مضياف بلد فيه الحياة الاجتماعية والعيلة يلي ما فينا ننسى المبادئ والقيم يلي منتربى عليها رح نتعرف أنا وياكم مشاهدينا مع مدير عام منتجع إدي سانس بجبيل أهلا وسهلا فيك أستاذ أهلا فادي أهلا أهلا إدي سهل. أهلا سهل. حضرتك خيو لأستاذ روجيه طبعا ايد وحده عم تكملوا هالمسيره عم ترفعوا اسم لبنان بالعالي بنعرف قد ايه هالمكان هو مقصد للسياح الاجانب اكثر من يعني مقصد خلينا نقول يعني يا ريت حتى بنشوفه مدرج على لائحه السياحه ان شاء الله يكون قريبا لا لا كلامه هيك كلامه هيك هو بالاساس وقت بنى المشروع بنى بفيجن بفكره اساسيه انه يصير مقصد يصير ديستنيشن ديستنيشن مش بس بلبنان لبنان هو بلد سياحي بامتياز والعالم دغري بتتحرك مطرح ما فيه مشاريع حلوه نوعيه وكله بس مقصد سياحي بيجذب من كل المنطقه المنطقه اللي العربيه والخليجيه العربيه الخليجيه ومن العالم وهيدا اللي عم نشوفه بعد 20 سنه وبعده مستمر هالحركه يعني بتشوفي بقديسانز ابتداء من من نيسان وطالع كثير من الاجانب ان كانوا الناس اللي عايشين بلبنان هل هن سفرات واللي قريبين لالون واللي بيشتغلوا هون وكذا بيجوا بشكل والضيوف تبعهم بيجوا بشكل متواصل على الديسانس بالاضافه لشركات اجنبيه هالسنه شفناها وهذه شغله مفارقه مهمه اجا كذا شركه عملوا انطلاقاتهم من هون شركات اجنبيه ان كان من انجلترا او من اوروبا اجمالا عملوا الاوتنجز تبعهم اللي هني اجتماع الشركه الاداره تبع الشركه عم يعملوهم من قديه حلو لبنان هيدا الصوره عم بيعكسها ديجا لبنان جاذب بحد ذاته وقت فيه مثل ما عم تحكي وانا ممنون على الوصف اللي عملتيه جوهره اوكي وفي بلبنان اكثر من جوهره ما في شك دغري بتجذبي ما بدها كثير تعب وكثير شغل كل شيء بتطلب هو استقرار استقرار عام للاوضاع الاقتصادية والأوضاع السياسية إجمالا والأمنية هل هي هلا متوفرة بالوقت الحاضر مشان هيك منشوف كلنا مش بس بالديسانس بكل لبنان حركة سياحية ناشطة جدا ومميزة عن السنين اللي سبقتها بالماضي الأجانب عم بيجوا بقوة الأهم من الأجانب وعندهم أهمية كل واحد هو المغترب اللبناني هل أعداده ضخمة جدا بتعرفي ترك البلد كتير ناس من أيام الحرب اللبنانية وبعلى مدى السنين الحركة هي تطلع من لبنان لبرا بعكس ما من نحنا بنتأمل على يجي من لبنان من برات لبنان يجوا يعيشوا بلبنان للأسف هيدا الواقع بس بمناسبات معينة بالأعياد وأكثر شيء بالصيفية المغتربين بيفضلوا لبنان على حي الله نقص التاني على حي نقطة بالعالم تاني ودائما عم نشوف يعني حتى عم نلاحظ الجيل الثاني والثالث عم يرجع على لبنان لانه هالقد دور اهلهم والاجداد كان مهم انه يربوهم صحيح. على حب هالارض صحيح بدي ارجع معك ل 20 سنه لورا بال 2003 كانت انطلاقه منتجع الديسنت آه اليوم اكيد في كثير تحول كبير في تطورات قمتوا فيها في اضافات لا يمكن يعني بداخل المنتجع في كتير اضافات رح نتعرف اكتر معك بهالجوله وطبعا رح يكون عنا صور عم تمرق خلال الحديث كيف كانت الديسانس كيف بلشت قصتها كيف كانت هالحكايه يلي بنعرف استاذ روجيه شو حمل مع مدام اليس يلي هما تنشر الفن والفرح والتفاؤل وهيدا سر نجاح خلينا نسمح خبر المشاهدين سر نجاح الديسانس انه دائما بتكبوا وراكم كل شيء سيء كل شيء سلبي لانه اذا بدنا نوقف بلبنان على السلبيات ما فينا نتقدم ففعلا هيدا هو سر تقدم الديسانس من سنه لسنه برجع نقطة الانطلاقة تبع تبع الموضوع اللي حكينا فيه هو ال... الوجهة الأساسية تبع المشروع. بال... أنت بتعرفي يمكن ما إنه عندك علاقات خاصة إنه خينا روجيه وأنا وأفريق عائلتنا عشنا العائلة. عشنا برا مدة طويلة. أيام الحرب ما كنا هون بالبلد. كنا بدول بالغرب أكثر شيء. ان كان انا بالعلم وخيي بالشغل وكل هالامور هاي اسمح بقى... لي هون استاذ فادي ضوي انه حتى نجحتو برا يعني مش انه خلص تقاعدتوا وجايين تكفوا بلبنان لا. لا مع ما كل ما النجاحات نحن مع كل نحن الإبداع مبدأ... ما في تقاعد جيتوا تكملوا هون يعني بمبدانا نحن ما في تقاعد ما في ما في حدا بيتقاعد وما في عمر لموضوع التقاعد بالعكس التقاعد هو نهايه ال... نهاية, ال... الإنسان. بتلي نهايه الانسان النشاط نهايه الانسان لا ما بنفكر ابدا بهالاتجاه بنفكر انه آه... في في هدف معين يمكن حققناه بالخارج وما بيصير انه كمان نحن اولاد هالمنطقه اولاد هالبلد شنو شنو هون وخينا روجي اكيد ان كان بالامور الانسانيه او السياسيه او الاقتصاديه لعب دور بالخارج عن لبنان دفاعا عن لبنان وبالتالي كان طبيعي وترجع لهون يركز استثماراته الاساسيه لانه يعني هيدا استثمار العمل هون استثمار ضخم جدا باحياء مشروع مميز مختلف عن المشاريع اللي كنا بنعرفها بالمرحله وحتى لهلا ما في مشاريع بهالحجم بلبنان اوكي يعني بدك تشوف بتجمع العيلة. تجمع كل شيء بتجمع العائله بتجمع الشباب كل كل الاكتيفيتيز كل النشاطات رح <applause> نحكي عنهم انتباه كل النشاطات السياحيه موجوده بشكل او بالتاني بالمشروع بالتالي احسن ما نضيع المستمع بال... بالاطار هيدا كان الهدف بعد ما تحقق النجاح بالخارج انه حد يرجع على على بلاده الى جذوره ويعمل شيء مميز بالتالي طلعت فكره الديستنيشن اللي هي بنعرفها نحن كاليونان كان اليونان او كان تركيا لبنان ما بينقصوا شيء وافضل من غيره انا باعتقادي وحسب الخبره اللي بعرفها اللي اللي حصل بال 2003 في في ملك موجود على على البحر الشرق الاوسط ومتروك له له مده زمنيه معينه اللي كان كان له شيء 15 سنه مع انه كنا مسافرين برا صار في قرار انه يتطور هالمشروع وهذا اللي حصل تقسم على مرحلتين مرحله بال 2003 فتح المشروع بايب 2003 بعدين مرحله ثانيه 2005 6 7 هو المشروع القسم الثاني من من ال ديسانس لوقت بال 2007 بالنتيجه كان كان مشروع صار صار خالص 2000 قطعنا اكيد بتحديات بكل هالمرحله ما حنرجع على ذكرها اللبنانيين بيعرفوا واللي بيعرفوا لبنان بيعرفوا شو صار في حوادث بهالمرحله كلها ومن 2007 وطالع صرنا عم نتفاعل مع, مع 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 البلد يعني اذا اقتصاد البلد منيح ديسانس بخير اذا الوضع العام سيء ديسانس منا بخير اذا الوضع الامني منا كله بيناكس. بالتالي <applause> الحوادث ال 2005 صحيح. الصعبه جدا اللي قطعت على البلد من اختيار مرحلة رأس التفجيرات رأس اختيار رئيس الوزراء بعدين الحرب اللي صارت 2006 اختيارات اللي حصلت بعدها بنجي على 2008 حوادث 2008 2011 موضوع الـ نهائيا موضوع المواجهه مع الخليج وردع الخليج من يرجع على على دولته الأساسية اللي بحبها وأهل الخليج بحبوا كتير لبنان هيدي كلها مراحل أكيد خلقت اهتزازات إذا بدك تسميها زلازل أوكي زلازل, زلازل بهالمعنى أه المشاريع الأكتريطة قطعت يعني قدرت أدر تكيفت مع الأوضاع بعدين أنت بتعرفي بال16 وما بعد كمان إجت أوضاع اقتصادية صعبة جداً 19 الثورة وهيدي وقت نحكي 20 سنة الى ان وصلنا الى الارتطام الكبير دول بقيسات دول عاديه 20 سنه اوكي 20 سنه هيدا زمن ديجا بس بقيسات لبنان اكبر بكثير من هيدا عصر هيدا عصر مع انه ولا ب سنه انت بفرنسا بيقطع عليك اللي قطع ربع اللي قطع لبنان صحيح ولا ألف سنه اذا بدك يعني حروب حروب اهليه ثوره اغتيالات اقتصاد منهار يعني دولة انهيار مفاصل الدولة ومؤسسات وأسوأ ما في منه وهذا اللي بنعاني كلنا كلبنانيين هلا هو الهجرة تبع الأدمغة من لبنان هجرة تبع أصحاب الكفاءة أصحاب الخبرة من لبنان هل عم بيروحوا على بالأول كان ظروف أفضل هلا ظروف مش هالقد أحسن بس عم بيروحوا هربا من واقع الصعب المرير اللي عايشينه بالبلد هون هيدي الصعوبة اللي هي اللي هي هلا بهال بهال بهالمسار كله سوا ايه لا استمرينا كيف صمتوا؟ هون السر يعني فعلا اللبناني ما شو انو شو سره ما ليكمل؟ لأنه يعني بالاساس هيدا مشروع مش هيدا مشروع لا مش طالب ربح هيدا مشروع مش متوخي ربح مش عاملينها بزنس نحن ان سنس انه اوكي والله اليوم عملنا خمسة بالمئة عشرة بالمئة جريت اليوم عملنا كذا لا هيدا مشروع بيطلع مع الموج وبينزل بينزل بينزل معه يعني اوقات بتحطي من لحمك الحي اوقات أو اوقات بتجلسي بالتالي الاستمراريته مربوطه اول شيء باراده اللي بيشتغلوا فيها اراده اللي بيشتغلوا فيها اللي بيشتغلوا فيها حملوا كمان يعني كمان حملوا عم بحكي من من اصغر الموظفين لاكبر المدراء اوكي حملوا هاللي عم بحكي انا الصعوبات اللي قطعنا فيها كله قطع فيها واثبتوا انكم عائله كله عشان. عائله سوى. ولا هيدا 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 الـ الـ الجو اللي انخلق بقديس عنزه اللي بيشتغلوا هون آه كمان اسم, اسم محرز موجود هلا بالعالم له معنا 20 سنه بلشوا عمر, عمر بدايه حياتهم المهنيه مستمرين بقى بالتالي لو ما في هال هالجو هيدا ما كان في سنة. هلا بالتالي هيدا هيدا الحركه بالنسبه لقديس هلا مع هالموضوع احنا قلنا في في موج بي, بيطلع اكتلوه معه كمان مع انه النجاحات اللي قطعت علينا نحن واللي واللي اصرينا على انه نضلنا نضلنا عم نحاول نخلق هالديناميكيه ونكفي <applause> فيها هيدي مستمره يعني كل تحدي بخلينا نحسن اكتر ون, ون, ونطور اكتر ونوسع اكثر مطرح ما, ما لازم بالتالي مشان هيك الديسانس بعده بذاكرة اللبناني من الأجيال الصغيرة الجيل الثالث والرابع اللي بلشوا كانوا أولاد صغار وتبلش بلش هلا هن عم يجيبوا أولادهم على الديسانس هيدي راسخة بتفكيرهم إنه الديسانس محل جميل محل جميل وبعدين حافظ آه على نفس النوعية على نفس حافظ نفس اللفل حافظ على النوعية المستوى. طبيعته كتير حلوة نحكي طبيعة المشروع كتير حلوة أول شيء على البحر المتوسط شط رملي شط رملي هاللي هو كتير قليل بلبنان صار بنحافظ على نظافته بنحافظ على الخدمه المميزه فيه و... وننتبه على كل هال وانت بتعرفي بكل بكل زاويه من هالمشروع في جنينه في فونتان في بركه مي في بسين في اشياء كتير مفيده معنويا صحيا عصبيا اوكي فيك تعملي ريلاكسيشن هون تقعدي ساعات بالاضافه ان احنا بنساعد في عنا صفوف يوغا في عنا صفوف آه آه سبا في سبا بياخد العقل بالدسانس بالتالي كل شيء عم ينعمل كل شيء عم ينعمل مشان للسيح واللي بيزورنا بالدسانس يحس حاله بالمحل اللي بده يكون فيه بالمحل اللي بيطمن يجيب عائلته عليه وبالمحل اللي بلاقي انه لا الخدمه والسعر والنوعيه هن مستواه اللي هو مطلوب وبتلاقيه وين ما كان بالعالم، بالتالي هذا كان التحدي تبعنا واكيد نحن بنشقى على طول نضلنا نحافظ على المستوى <applause> هذا يعني اكثر من انه منتجع سياحي فعلا هو معلم سياحي موجود فيه كل هال الخليط او المزيج اللي اشرت له استاذ فادي رح نبدا معك لكن شو تغير سانس شو اضفتوا يعني مراكز أوكي. جديده ان كان سبات فضلت قلت مسابح للعائله مسابح للجيل الشاب يعني هلا المشروع المشروع بيسكلي رح نحكي نحن شو بيتضمن مع انه انعمل اللي انعمل على مراحل على مراحل سنين وسنين يعني بالنتيجه لوقت صار المشروع بيأمن كل الخدمات اللي مطلوبه اكيد المشروع اول شيء بيأمن المنامه اوكي بأوض اوتيل اللي هي بوتيك اوتيل خمسة 25 اوضه مميزين جدا موجودين على نقاط مطله على طول ما في شيء مسكر على بعضه يعني يا طالين على بسينات معينة يا طالين على بسين طبيعية مع شلال لا يا طالع على البحر آه يا طالع على الفي اي آه بي بول اللي هي مميزة جدا بالتالي آه كل كل نقطة هون واحد بينام فيها ما هو مش مشان لينام هو مشان لا يعني اوكي يرتاح شوي بس هو لذة المشروع بال بالاوت تبعه بالخارج تبعه وهيدي هلا مني هو اساس كان هي موضوع البوتيك اوتيل بتلاقي بوتيك اوتيل من, من اهمها بلبنان عندك شيء قريب لإلو اللي هو الكونسبت كاباناس كاباناس هي هيتيت هيت معروفة هي في مسكن اوكي ما بينام فيه من عشية منه مفتوح بس له جنينة وله جاكوزي قدامه وله طاولات مشان لا يقعد اذا بده يعزموا اشخاص وهيك وبيسمح لافراد يفوتوا على هالموقع بالنهار او بالليل بقى الكابانا كونسيبت كثير حلو وكل وحده لها جاكوزي وكل وحده وقسم منهم كبير عندهم اللي جامع بيناتهم بيسين ناتشورال مع شلال هلا حكينا عنه هيدي بنبلش منها بعدين لتقدري انت تخدمي هال هال هالقوض الاوتيل تخدمي هالوافد على المشروع اللي يجي على البحر بيسينات بدك تعوزي بيسينات اول شيء يعني بيسينات بالعدد الكافي صحيح مساحه كبيره يعني عندك هون ما يقارب السبع بالسنات موجودين بالسين للصغار للصغار عم بحكي تودلرز يعني بحكي صغار صغار عندك بالسينات هل هي فينا نمشي فيها نحن يعني ما الغمق ما بيطلع فيك تمشي فيها وما في اي خاطر وفي بالسين هل هي فيك تقعدي وفي اجواء مرح ورقص وموسيقى ودي جيز وهيك هل هي الراوند بول هل هي الفي اي بي بول هل هي موجوده البسينات والجاكوزيز هي المي هي الحياه بهالمشروع خلينا نقول واكيد البحر البحر بالتالي كل موقع حطينا له تخوتي له مشان اللي بيريد يرتاح لوحده واصحابه وكذا في تخوتي ولا خدمتها والا اهتمامها البحر في في كمان تخوتي وفي شيزونغيت اللي بحب يقعد هيك او يقعد وكمان المشروع وين ما تروحي في عندك شيء زيادة هلا كل هالاشياء بدك تعوزي كمان واحد ياكل لقمه طيبه مزبوط لا بالتالي عندك مطعم اسمه البيشجو مميز لاكل السمك الأكل العربي تراديشنال اللي بتاكلي بالبيت جزء كبير من من, من اللي بنستعمله نحن هي امور زرعينا باراضي تابعة للمؤسسه او اراضي خاصه بالتالي زي اذا هيدي ميزه فريده بتتميز فيها قديش هيدا نحنا نحن عم عم نطمح ليجي وقت نامن كل شيء كل شيء من حتى الانترناشونال عندكم معروف قد سانس بيستقطب شيف من خارج لبنان هالقد بيجوا بيجوا شيف اكيد رح نحكي عن هالاكتيفيتيز اكثر كمان شو بقى بالتالي في عنا المطعم مثل ما حكينا البيشجو في مطعم تلياني هلا فاتح في عندك سناك كمان كثير منيح وفي منيو معموله للمنطقه اللي هي الكاباناز والفي اي بي اللي هي اقل خلينا نقول اقل اكثر للشرب تطبق مع الشرب اوكي تيد بيتس وإشي هيك بس كثير سوفستيكيت كثير مرتبين بالتالي وين ما تكوني قاعده تلعبي تك لقمة او هيك فيك تروحي من الشاورما لل وال والكوفات للساندويش العاديه للكب ساندويتش يعني كل التشويسز موجوده نهائيا هون والشفية نحن بقدر الامكان بنخلي شفيه عندهم الامكانيه انه هن يعطوا نوعين نحن بنطلبها <applause> وعلى طول بيتطور هالشي يعني بناخذ نحن قد فعل الزبون في اشياء مثلا من عدل عليها في اشياء مزيد في اشياء من ناقص من من هلا صار شخص في يجي ينام يرتاح يسبح ياكل لقمه طيبه بده كمان يعمل ريلاكسيشن مزبوط ولا لا؟ ريلاكسيشن هو ومرته وولادو يمكن بده يلعبوا محله بده ياخذ وقت لحاله في عندك شيء اسمه سبا اللي هو كتير كتير مرتب سبا عمل بمكان مستوحى من قلعة جبال من شوارع جبال يعني كله قناطر كله حجر رملي جميل جدا واهم ما خلينا نقول فريد يعني ما في بهالمواصفات واهم في اهم ما فيه هو الاشخاص هل هن بيشتغلوا هل هي اسم منهم بلش معنا كثير بكير يعني عم نحكي ببدايه المشروع في اشخاص المسؤولين عن سبا واللي عم بيعطوا الخدمه عندهم خبره طويله بقى اذا عندك اوجاع اذا اختصار. عندك مشاكل بحاجه لسبا مؤهل مهيا عنده الامكانيات بالاضافه تريتمنتس اللي بيقدموها عظيمه متوسعه ومتشعبه قد ما بدك بالاضافه للاكتيفيتيز بي بيزيدوا عليها العلاقه بعتبري اكوا جيم العلاقه باليوغا العلاقه بأوتينز معينين بينعملوا بالتالي هون للاشخاص اللبنانيين او المغتربين او السواح يكون عندهم فل اكتيفيتي عم بتصير بنزيد عليها بالاخر بعد ما خلصوا رياحة وكل شيء بده يعمل سانسيت لكن ليشوف لذة طبيعة البلد ولا احلى من هيك في عنا آه هالمساحات هائلة ان كانت على الجازون او بالرمل وين ما عندك نظرة فظيعة على على آه ما يختص الشمس وغياب الشمس باطار الاثري ما انه عندك دغري انت على حدودك اساق جبال عندك القلعه او البيت الجميل جدا اللي هو يمكن وزاره الثقافه هي حاطة ايد عليه صحيح هيدي قيمه مضافه كمان للمكان هيدي طبيعه طبيعه منطقتنا وطبيعه بلدنا كل شيء عملناه نحن عم نعطي مجال لهالسايح هالمغترب هاللبناني يجي ويستلذ فيها ما يقعد بمحل ما نضيف نظيف ما انه مهتمين فيه متروك ما, ما انه الاطار مطرح ما, ما انه شخص بيخليه يقدر اكثر اوكي بقى فيري سيمبلي هيدا الـ هيدا الـ الاطار بالتالي سانست وعشيه ما في شك عشيه في انترتينمنت وفي في المطعم اكيد شغال وهيك بقى عم نعطي جام كامله عن عن النشاطات ليجي يقضي صيفيته هون او يوم يومين الويكند يعني ببلش نهاره وبيختمه كله فل آه كمان هو مساحه للايفنتس آه كمان للاعراس صحيح. للحفلات الخاصه صحيح. آه يعني قد فعلا هيك عم تشتغلوا حتى تكونوا جامعين كل هالعوامل او المقومات لي. السياحيه هذا الهدف هيدا الهدف هدف انه شو ما بتعوزي نحن بدي على القليله باشهر الربيع والصيف نامنه اوكي بيتضمن اعراس بيتضمن حفلات خاصه بيتضمن كل انواع الانترتينمنت مثلا مم. مش من زمان من جمعه زمان كان في زياد برجي عم يقيم حفله هون ب كانت حفله مميزه وغيره عده عده اشخاص ان كان دي جيز انترناشونال دي جيز عم بيجوا على دي كمان بيعملوا الاكتيفيتيز تبعهم نرجع نقول الهدف هو زبون هدف هو الفرد اللي عم يجي على على ديسانس عم نحاول نخلق معالم جزيره ما تتاثر باللي عم يصير حواليها شو حلو هيدا 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 الهدف الاساسي هلا انا بدي اكون كمان واقعي اوكي يعني ما هيدي الحقيقه ديسانس متل كل الشركة اوكي ان كان ابل او ان كان اي بي ام أو كان الشركات الكبيره اوكي ما في بيرفكشن أوكي. ما حدا الا ما بيتاثر ما في ما في بيرفكشن اوكي لا قلت لي انا يعني اول شيء آه لبنان للاسف يعني هيدا ما حدا لبنان بيفتقد للخبره آه والنوعيه بالنسبه للاشخاص اللي هي بعدها بالبلد <applause> اذا انت بدك آه توظفي هلا يعني بتعتبر هالقد كل اصحاب الكفاءات غادروا البلد؟ اكثريتهم، لا <applause> بعد في اشخاص ومنهم بيشتغلوا عنا، اوكي بقى هيك ما في شك بس أكترية الاشخاص اذا انت هلا عزتي حدا معين ومش رح سمي انا بس إحنا بنحط على طول ادفرتايزنج <applause> 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 <بي> بكل <applause> <بسوشال> المجالات انه يا جماعه بدنا مثلا حدا بهالديبارتمنت كذا ما بيجيكي واذا اجاكي منن مؤهلين ابدا <applause> بقى انا بتوجع على طول بمساج للزبون اللي بيجي على في عندك هيكليه اداريه كتير مهمه بالمشروع هون وهي كفيله انه تعالج المشاكل لانه رح يكون في مشاكل ما في حدا بيجي بيقعد ببيت مش بيته اوكي محل مش محله الا ما حيواجه شغله يا مع اللي بتشتغل بالبيت يا مع شغله بتصير نحنا اللي فينا نعمل جارنتي بالحديث على كل حال لحديد ما الوقت يصير انه فينا نقول بثقه انه لا البلد عم بيساعدنا على عم بيساعدك. ما حدا عم يساعدك انت كيف هون بشغل لوحدك اذا ما بيعكس يكون شغله مني بهالحاله الاداره موجوده مشان لتحل كل قصه بتصير كل مشكله الهدف انه الزبون ياخذ يعني نكون على طموحه خلينا نقول هيك وتيجي على الاستاذ انا جاي بدي انبسط وبدي كذا اوكي بهيدا اللي عم نعطيك وعم نعطيك قد ما انت طموحك هيدا ال... هيدا اللي بنوصل عليه وهيدا هدفنا وهيدا ما بيصير من هذا الثاني لا باي بي ام ولا بابل ولا بحيال شركه بالعالم كل حال بياخذ 20 وبياخذ اكثر مهم ما وحدك اجيال ونحن عندنا مفتك اجيال. على كل حال مستر فادي دائما بابكم مفتوح لكل لك التعليقات او الكومنتس او الفيدباكس ميه. من كل كلاينتس لحتى ميه. كمان مثل ما تفضلت ميه. وقلت انه تلبوا طموحاتهم كل سنه بنجي على الديسانس وبنكتشف في تطور جديد يعني فعلا دائما مع الازمه لقيناكم انه لا صحيح. في نقل كتير نوعية صحيح. تطور كتير لقدام ميه. فعلا بنصير نتساءل كيف قادره مؤسسه البلد تصمد كل هالوقت وهالقد تكون بعدها على نفس النوعية طبعا في تحديات ما رح نفوت فيها كلها بس كيف فينا نعطي هيدا البوزيتيف فايبس لكل حدا هلا عم بيشوفنا انه عن جد اللبناني اذا هو بده يكفي كقطاع خاص هو بالف خير ليكي اول شيء بدك بدي بتعرف شو عم يصير بالبلد ما بدك تفاجئ بشيء هيدي هيدي دوباز الاساس أه بالانجليزي في شيء اسمه نافيجيت يعني يو نافيجيت كرايسس بتقطع حواليها بت, بت كذا في في اوقات صعبه بتضبي قد ما فيكي اوقات احسن ما ما بتفلتي اوكي هي عمليه اداره فعليه آه عمليه اداره المخاطر مع انه انت مش بلد طبيعي انت انت شطارتك بقدر امكانيتك ديري مخاطر البلد اوكي مخاطر الاقتصاديه خاصه ما يحتصل البزنسز من هالنوع بالتالي بالتالي الطموح لازم يضل اوكي والتركيز على الاساس على البيسكس لازم يضل اوكي ما حدا لازم وقت تشد العاصفه يقول خيل انا ضبطت ومشيت ولا اذا التاس بياخذ العقل والبحر بياخذ العقل انه لا انا في في اعمل بدي اوكي لا بده يكون واحد ضابط الامور بده يكون مخاطر من دارة بشكل مزبوط والتركيز الاساس على زبون وزبون رح يضل يجي لو بدي ارجع مصر. معك مستر فادي لاول حديثنا تحدثت انه عم تيجي شركات تنطلق من الديسنس من خارج لبنان شو اللي عم يجذبها برايك وكيف حضرتكم موجودين هل على وسائل التواصل الاجتماعي موجودين بقوه وعم تفرجوا الحقيقه شو بقدم هالمكان هذا اللي عم نحكي عنه عم بيجوا عم بيجوا لسببين اول شيء بالتسويق تسويق مباشر و, و... عن طريق السوشيال ميديا او بمعارض معينه بتصير بيعرفوا بهالقصه بس عم بيجوا بيعرفوا لبنان يعني بيعرفوا لبنان بالاساس لبنان من اجملهم بالعالم ولبنان عنده تاريخ انه قبل السبعينات بيقولوا له هن هن بعد بيحكوا انه سويسرا الشرق وكل هالامور هيدي لبنان منه غريب اوكي بده تذكير شوي واكيد الاجيال الجديده لازم تكون على علم الاشياء جديدة منا مطلعه الاشياء الاخرى <مع> انهى أركز اكثر على موضوع الشركات اللي عم تجي نحن بالتسويق حصل انه صار في تعارف مع الاشخاص وعملوا قرروا يعملوا اجتماعاتهم اوكي الكوبريت ميتنج تبعهم على جمعه كامله اجوا من انجلترا شركه من اهم الشركات الانجليز وقضوا اسبوع كامل أخبرك بس بشغلتين وقت اجوا على المطار قعدوا ساعتين ونص ليوصلوا هي بنيسان ما فتنا بالموسم ولا شيء ساعتين ونص على المطار نحن نشغل بالنا عليهم مجموعه انجليزيين كوبت كلها سوا يعني هل قد حكايب. تاخروا؟ تاخروا مع انه عم بقول لك انا في عندك البلد ما عم بيعطي حق للي بياخذوا مخاطر عليه اوكي اداره الدوله ناقصه ما بدنا وين وكيف وشو بس بالنتيجه بيجيكي السائح او بيجيكي مغترب او هيك ما مفروض ينطر دقيقه على دقيقه لو في 20 تيار نازلين نفس الوقت يا ما تنزلوهم نفس الوقت يا امنوا الاشخاص ليقدروا ييسروهم بسرعه بالتالي قعدوا ساعتين نحن نشغل بالنا نحن كنا بعتين الناس يستلمون هونيك يجوا يرفقون وهذا اللي بنعمله وتيجينا روبات من برا بنبعث من الديسانس. اشخاص خاصه اجانب بيرافقون على المشروع من أمن سلامتهم بالتالي بالتالي اللي حصل هيدا أول كان أول اكسبوجر على لبنان إنه هاي وصلوا لهون على الطريق معتمة الطريق مزبوط لا ما في ضوء هيدا بنيسان عم نحكي ما زالت معتمة يعني وصلوا لهون وصلوا لهون لقوا غير دين من تاني نهار صاروا بمحل تاني يعني صار هن عم بيقولوا إيه لا هيدا المحل ليش ليش ما بيعرفوا فيه بإنجلترا ليه ما عم نحكي بهالقصة ليه ما بنعمل نحن وقتها هن عم بفلوا مش بدون خبر بيخدنا وقت كثير الحديث هن عم بفلوا عم بيجوا يقولوا لي خلينا نحن نشوف شو فينا نساعد شو حلو خلينا نشوف كنا نساعد نحن بانجلترا في جروبات بيتمنوا يعملوا هالقصص مع انه عندكم موقع بياخذ العقل وعندكم خدمه بتاخذ العقل ما بنلاقيها بدول ثانيه بنروح عليها انا بالنسبه لي هيدا كان مساج واضح اوكي يعملوا جزء بسيط بهالدوله انه بس يخففوا الاعاقه اللي هي عم بيقوموا فيها بمحلات في كونتاكت اوكي بدهم يسهلوها هلا يمكن عملوا عم بتجربوا شيء مع وزاره السياحه يعني وزارة اكثر وزاره السياحه الوزارات هل كل النوايا كل النوايا كل النوايا سليمه كل النوايا سليمه ما حدا عنده هدف ولكن الامكانيات يمكن الامكانيات أنا موجوده بس بس مثل ما عم نحكي عن انه بتديري انت مؤسستك باوضاع عاصفه كمان دوله مفروض تدير مسؤولياتها باوضاع كمان عاصفه واوضاع منيحه مفروض تقدر تكون سمود بس مش من الاوضاع منيحه بياكلوها الناس واوضاع العطل بيكلوها اكتر هو هيدا اللي عم بيكون الخيار للاسف بما يختص الديسانس نحن هيدا كانت شغله مشجعه جدا عم نعمل واجباتنا بالنسبه لهالاطار هيدا كل لبناني مغترب كل سائح كل لبناني بيجي لهون برجع بقول انا بنعمل ماكسيموم لخليه يحس حاله <applause> بالمحل اللي لازم يكون فيه، وإذا صار في أي شيء نحن ننتظر منه إنه يحطنا بالجوله قدر دغري نعالج الأمور استاذ فادي يعني من هالتجربه اللي تفضلت وخبرت المشاهدين اليوم عنا انطلاقا من السائح اللي بيوصل على المطار إلى أن يوصل إلى القطاع الخاص ويشوف الفرق ال الو صحيح. الواضح على أمل فعلا تتغير الأوضاع. ونحن عنا ايمان وثقه بالقطاع الخاص اللي هو مخلى لبنان يصمد ويكفي ويوصل هالرساله الحلوه اليوم نحن عن جد نتمنى لكم كل التوفيق وتبقوا هالمناره وهالجوهره يلي عم بتضوي وتلمع على الدل كل السواح من كل العالم وان شاء الله بنرجع بنشوف عوده للسائح العربي الخليجي من هالدول يلي بترجع العلاقات اكثر تتعزز ما بعرف اذا عندك كلمه اخيره ممكن حابب جهة من الديسانس لكل الاشخاص اللي بعد ما زاروا لبنان على الاقل <applause> اكيد نحن مشاهدينا أنا, انا, بيهمني اللبناني يضلوا مثل ما هو على طول اول شيء يجي على بلده مختلف. بس اهم من هيك يضلوا سفير للبنان بالخارج ويضلوا يشجع اللبناني وغير اللبناني من اصحابهم يجوا على البلد ويعرف انه يكون عنده ثقه انه في جزء, جزء مهم من لبنان بعده مثل ما كان بالايام المنيحه بعده مستمر بقى هلا نحن عم نتامل انه يضل هالامور عم تصير بالاعياد ومناسبه الصيف بس ما في شك بهمنا انه نوسع هال... هالاطار السياحي تبع تبع المشروع تبع لبنان لبدل ما تكون محصوره بشهر وبشهرين وثلاثه تصير اوسع أكتر من هيك ما فينا نطمح بس نحن نقول انه كل شيء ممكن نعمله نخليه يتشجع يجي ويجيب اصحابه رح نعمله بدون تردد بعد عندكم افكار للمستقبل رؤيه مستقبليه في كثير في كثير في كثير في كثير مشاريع محضرينها للاسف حطيناها شوي على الثلاجه بانتظار ما تروق الامور حجم الاستثمارات بقدسانس ضخم جدا ونحن وقت نفوت بمشاريع بنفوت فيها بقوه بالتالي صارت عمليه توقيت ما عم نحكي كنا من شوي انه مندير المخاطر نحن وبنحسب الامور القدام بالوقت المناسب رح نفتح مشاريع عديده بالبلد وبيجي هالوقت قريبا ان شاء الله. يعني. تحيه اكبار لرجالات من لبنان فعلا اعطوا و... ومثل ما ذكرنا باول الحلقه يعني حضرتك مع استاذ روجيه مع مدام اليس استاذ فادي مع العيله الكريمه يعني بنعرف حتى قد عندكم ايمان بلبنان بهالارض مسكتوا فيها مع كل ابداعاتكم ونجاحاتكم المستمره واللي بعضها لليوم علاقاتكم مع الخارج ولبنان عم بتكملوا من ارضكم من بلدكم من بلدتكم قد يلي سبق و رويو في كمان صحيح. نقلت صوره عن بلدة ادي صحيح. الجبيليه، أنا بدي أتشكرك أستاذ فادي إدي مدير ميسي. عام منتجع ادي سانس السياحي، بدي أتشكركم مشاهدي الفضائية السوريانية طبعاً لكل حدا بعد مزار لبنان ما عليكم إلا تكون محطتكم السياحية ووجهتكم القادمة هي لبنان وما تنسوا تزوروا ادي سانس لأنه راح تكتشفوا معايير من السياحة العالمية موجودة بهالجزيرة الخاصة كما ذكر أستاذ دي أدي مدير عام منتجع أدي سانتس شكرا لكم مشاهدي الفضائية السوريانية من السويد إلى العالم ومستمعين عبر راديو سرويو أف أم وصفحة تي في لبنان شكرا وإلى اللقاء